من بعد الثورة حصل تدخل كبير، مباني كتيرة دخلت في القاهرة التاريخية لا تنتمي سواء من حيث الطابع أو الشكل أو المعالجة لطبيعة الطبيعة التاريخية للقاهرة التاريخية. فاحنا بنحاول نعالج الواجهات بتاعتها بحيث أنها تكون تتحيد وتبقى جزء من التكوين الرئيسي للقاهرة التاريخية. ده التدخلين الرئيسيين اللي في المرحلة الأولى اللي هنبتدي بيهم، بحيث أننا ندي أولاً أن احنا بنتكلم مع الناس بقالنا فترة، فمحتاجين ندي للناس نوع من الطمأنينة أننا داخلين نتعامل مع تطوير القاهرة وليس إزالتها. في درجات مختلفة جدا من التعامل، في ترميم للمباني الأثرية والمسجلة كتراث، وكمان المباني الغير مسجلة واحنا شايفين ان ليها قيمة، وحيتم تطوير واجهات المباني الجيدة كلها. احنا بنتكلم تقريبا كده على 70-80% من القاهرة، لكن لا يمكن ترك أماكن فضاء أو خاربة مجرد خرابات ونقول أصلية نسيبها عشان ما تتحولش ديزني لاند. طبعا ده كلام الحقيقة مش مسؤول أصلا. ابتدينا فعلا على قطع الاراضي الفضاء هنا وفي الحاكم وتم استلام قطع الاراضي وخلصت المفاوضه مع السكان، ومفروض اننا بدانا بالفعل يعني تم استلام الموقع، وانا بالفعل النهارده موجود عشان حل مشاكل طارئه في الموقع لازم نكون متواجدين بشكل. فاحنا ابتدينا بالفعل.